السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة فاتي بلوغ. فاتي بلوغ من جديد. غبرت على القناة شحال هادي، ما كاينش تفاعل، ما كاين والو. المهم جل القنوات كيلتجؤوا لدوك القنوات الاخرين اللي ما عندهمش محتوى، ومازال كاينين القنوات اللي كتفرح وعندهم محتوى زوين، ويا ريت حنا تدعمونا وتشجعونا باش نستمروا، لان ما بقيناش نستمروا في هذه القناه، ما كاين مشاهدات، ما كاين والو، وحنا كنضيعوا في الحويجات. راكم عارفين القضيه غلات والوقت غلات، وكنضيعوا في المسائل وفي الوصفات، وما كيكونش تفاعل. اليوم مهم، اليوم رجعت معكم باش نشارك معكم واحد الحلوة قديمة من زمان اللي كنا في الطفولة وباقا الآن كيتفكروها. تفكرت هذاك النهار قلت علاش لا ما نبارطاجيهاش مع خواتاتي وخوتي. مهم، الحلوة المقادير ديالها كالتالي: جبانية ديال سنيدة سكر ناعم، عندنا جبانية ديال الزيت واخا الزيت راه غلات، 4 د البيضات اللي كناخذو من وحده، كناخذو الاصفر كنحطو على جنب، عندنا صاشيات، 2 صاشيات ديال لافاني، 2 صاشيات ديال الخميره ديال الحلوه من حجم 18 غرام او 17 غرام، عندنا كذلك قبصه ملح، عندنا لافارين الدقيق الفورس يعني الناعم اللي غادي حسب الخليط، يعني ما غاديش نعطيكم المقدار، نتوما كتشوفوا عينكم ميزانكم. وعندنا كذلك هاد المراشيم اللي كلها ما الاغلبيه ما عنديش، المهم غادي نكتفي بهذوك اللي عندي، وكذلك بشر ليمونه يعني بشر برتقاله اللي ما عندوش، انا ما عنديش، غادي نستعمل الروح ديال البرتقال، وانا غندير فيه شويه ديال الزنجلال، وللتزيين كذلك اصفر البيض ومخلط مع قليل من الحليب ونسكافيه. المهم التزيين كيبقى لكم اختيار ديالكم، وكنرشب شويه ديال الزنجلان. على بركه الله غادي نبداو غادي نبداو الطريقه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يلا الاخوان الاخوات تفاعلوا مع قناتي، الله يجازيكم بخير باش نقدر نقدم لكم شي حوايج زوينين. المهم درنا سنيدة كما قلنا، جبانية ديال سنيدة، ودرنا 4 بيضات اللي كنحيدو منها واحد الأصفر، وكنديرو الصاشيات ديال لافاني، كنديرو قبصة ملح، نحاول نجهد هذا العجين كما كتشوفوا، يدينا راه مغسولين، داكشي ديال زمان كنا كنخلطو غير بيدينا. الوالده كانت، الوالده باقا دابا كتصايب الكيكه كدير ليها بحال هكا، كتجي اروع كيكه، الكل كيموت عليها، والله قسم الى صوت بحالها والو قدامها ما شاء الله، ودرتها نفس المقادير نفس الخدمه، ما جاتش بحالها. وليداتي وليدات خوتي وداكشي كيموتوا على الكيكه ديال الوالده، يقول لك حنا بغينا غير الكيكه ديال الوالده، عايشه فيها ويعافيها يا ربي من هذا المنظر، من هذا المنبر دعيو معاها، الله يشافيها ويزيد فرحتها يا ربي، ويخليها لينا طاج ديما عماد الدار، الله يخلي لكم والديكم ها نتوما. كي توحش هاد الصوت، بسم الله على بركة الله. دابا غادي نديرو الزيت، غادي نديرو الزيت شويه بشويه، ولا ديرو حتى الضراب الى بغيتو، انا بغيت نخدمها هاكا شي ديال زمان، واخا ما بقاش الصحه ما كاينش لا فورس كما كيقولوا، فرصه
اشتركوا في القناه الله يجازيكم بالخير ودعموا لينا القناه. اللي دخل عندي راه غادي يشوف المشاهدات والو ما كاينش دعم ما كاينش ما دخلوا عندنا وشوفوا المحتوى اللي كان في الاول شوفوا واش داكشي اللي خا شوف المحتوى اللي كان في الاول صافي ما بقيتش كنحط حتى شي حاجه لان كنخسر الفلوس كنخسر الماء كنخسر الضوء وفي الاخر ما كاينش لا مشاهده لا والو فين اللي كيكونوا جالسين غير ورا الكرسي وكيطعنوا في الناس وكيعايروا في الناس ما خدامي لا بيديهم ولا والو غير فمهم كيطلع المشاهده للسماء ولكن حنا ما بغيناش نديروا داك المحتوى بغينا نبقاو في محتوى كيشرفنا وكيشرف الناس المغاربه والخوت العرب اللي كيشوفونا من تحيه للجزائريين خوتنا وخوالنا والتوانسه المسلمين اجمعين وكاع اللي كيتفرج فينا مرحبا بيه ايوا خوتي ودعموا القناه وجزاكم بخير غادي نجيب لكم جديد ان شاء الله نلحو غير شويه ديال الزنجلان غير شويه بزاف دونك كما قلت لكم غادي ندير غير شويه ديال الروح ديال شويه ديال الروح ديال البرتقال او الليمون كل واحد كيفاش كيقول ليه برتقال ليمون لورانج كاع اللغات ولا نتوما تقدروا ديروا داك البشر ديالو يعني القشور ديالو غير بالنسبه للبنه وصافي وهكذا تابعوا معنا لاباتي خواتاتي خلاتها لاله حاده تحيه للقناه المربوحه من هذا المنبر قنوات الكبار نتمنوا يدعمونا وكنتبعوهم كنشجعوهم كنشوفوا لهم فيديوهات كل نهار كنتمنوا يديروا لنا حتى حنا شي شيعه ويشجعونا حتى حنا هكذا غادي يا خوتي مغرب الدقيق المهم مقادير ديال الدقيق راه حسب الخليط غادي نقول لكم في الاخير شحال غيجي ونلوحو معاه الصاشي ديال الخميره انا هذه عندي فيها 15 غرام هذه ديال برا نتوما ديروا هذيك ديال الحمراء ديروا جوج جوج فاني وجوج خميره ديال الحلو راه عندنا شتي وتبارك الله نتوما في المغرب كاين شي صاد قالوا لي كاين عندكم الصاد وحنا شتيوا هاد السيمانه كلها في ايطاليا شتيوا اللهم لك الحمد هانتوما خوتي نتمنى ما نسيت حتى حاجه خوتي خواتاتي هانتوما شتي راه دز لكم بزاف ديال الدقيق يعني غتجي تبارك الله المهم غنبقى نستمر على هذا المنوال على هذه الحاله على هذا المنوال سمحوا لي راه الصوت ديالي شويه بح ضربني البرد نستمر على هذا المنوال تنكمل تكون العجينه شويه لينه ونرجع معكم يلا انتما شفتوا دابا العجينه كي جات خرجت كميه كثيره تقريبا كيلو قل ربع كاس ديال الدقيق الدقيق المزيان انتما شفتوا غادي نغطيوها نخليوها ترتاح ونكملوا معكم ثم دابا غادي نديرو المهم مراش اللي عندي ها هما غادي نديرو ميك المهم بلاستيكا فوق تحت من لتحت ونديرو العجينه ونديرو بلاستيكا الفوق وغادي نبداو نسرحو المهم هاد ما ارتحت لينا العجينة تقدروا ديروها هذيك الساعات ماشي مشكل هانتوما انا عندي تيليفون شاده واحد ليد وواحد ليد كندير الدلك المهم راه الطريقه راه مفهومه نرجع معكم من بعد هانتوما كما كتشوفوا كل حاجه كنديروا منها شويه الفروج هو اللي ما كاينش الفروج ما عنديش ديك ديال الفروج هي اللي مهمه ما عنديش يا وشا
انتم كما كتشوفوا غنديروا الزنجلان. ايوا حباباتي اخواتي اخواتاتي، غادي نديروا شي زنجلان هكا، والاخرين نقدروا نديروا فيهم غير سنيده كما كتشوفوا بحال هكا.